هذه قرية آل مغرم التابعة لمديرية باقم في محافظة صعدة، باتت خالية من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. معركة السيطرة على قرية آل مغرم التي خاضها جنود الجيش اليمني في محور أزال، قتل فيها قائد الميليشيات الحوثية في باقم صالح الكحلاني. نحن الآن في منطقة تسمى مغرم باقم في قلب مديرية صعدة، نسطر بفضل الله تبارك وتعالى أروع الملاحم والبطولات، وندك عروش الطغاة، وندعو جميع المواطنين وجميع السكان أن يعودوا إلى مواطنهم وبيوتهم آمنين سالمين. أما هذه الاشتباكات فهي في وادي آل جبارة المتاخم لمركز مديرية كتاف في صعدة بعد تحرير جميع القرى في المديرية. من مشارف مديرية كتاف معنوياتنا عالية والعدو منهار، وإن شاء الله ما نعود إلا بتحرير الوطن كامل من الميليشيات الطاغية المتجبرة. بعد أن تم تحرير تبة العلم وقرية الفوح وكل التباب الهامة الاستراتيجية التي كان يسيطر عليها الانقلابيين ضد الحكومة الشرعية، فلقد قمنا بالسيطرة على كل تلك وتقديم التضحيات وما هو غالي للوطن. التقدم في مديريتي باقم وكتاف تم بغطاء جوي لطيران التحالف وإسناد بري لوحدات الجيش اليمني المتقدمة على الأرض. بعد السيطرة على كل النقاط الحاكمة حول مركز مديرية اكتاف، أصبحت الميليشيات تحت نيران الشرعية وطيران التحالف من الجهات الأربعة. محمد العرب، قناة سكاي نيوز عربية، محافظة صعدة.